توجد مساحة ومحيط المضلع. دعونا نبدأ بالمساحة أولا. Area، إذا مساحة المضلع وهو نوعا ما يتكون من جزئين. لدينا أولا هذا الجزء وهو مستطيل الشكل أو مستطيل، هذا الجزء ومساحته مباشرة أي هي القاعدة ضرب الطول، إذا مساحته ستكون 8 ضرب 4، إذا 8 ضرب 4 هذا بالنسبة للجزء المستطيل. ثم لدينا هذا الجزء المثلث الشكل، لدينا هذه المساحة، وبالنسبة لمساحة المثلث فهي عبارة عن القاعدة ضرب الارتفاع ضرب نصف، وهذا منطقي بعض الشيء لأنك تضرب القاعدة بالارتفاع أي تحصل على مساحة المستطيل بأكمله، وكما ترى فإن المثلث يشكل نصفه. إذا أخذت هذا الجزء من المثلث وقمت بقلبه فأنت بذلك تقوم بأخذ نصف المستطيل، وبالتالي فإن مساحة المثلث عبارة عن نصف قاعدة المثلث ضرب الارتفاع، إذا زائد نصف ضرب قاعدة المثلث أي 8 إنشات، وارتفاع المثلث يساوي 4 إنشات. دعونا نحسبها، إذا هذا يساوي هنا 32، أو آسفة هذه ليست 4، ارتفاع المثلث يساوي 3، لذلك دعونا نعود للوراء. نحسب المساحة تساوي 32 زائد نصف ضرب 8 ضرب 3 يساوي 32 زائد 12، إذن يساوي أو مساحة الشكل هي 44. والآن دعونا نجد المحيط، سنحتاج إلى إيجاد مجموع الأضلاع إذا احتجنا لوضع السياج، فما هو الطول الذي سنحتاجه لنبنيه حول هذا الشكل؟ إذا المحيط P يساوي 8 زائد 4 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 4 ويساوي 8 زائد 4 يساوي 12، زائد 5 يساوي 17، زائد 5 يساوي 17، زائد 5 يساوي 22، زائد 4 يساوي 26 إنشات. دعوني أضع الوحدة هناك، وهنا سنضرب، هنا سنضرب، و8 إنش ضرب 4 إنش يساوي إنش مربع، إذن هذا سيكون إنش مربع، المساحة يساوي 44 إنش مربع والمحيط يساوي 26 إنش، هذا منطقي لأن المساحة تكون ثنائية البعد والمحيط أحادي البعد. وانتهينا، مساحة المضلع 44 إنش مربع ومحيطه يساوي 26 إنش.